يا هلا ويا مرحبا بكم حبايبي، وكل عام وانتم بألف خير، ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والسلامة ويعود الأمن والأمان علينا. اليوم برنامجنا راح نبتدي بهني وأرباح. اليوم ما راح نخلي أي أحد يخسر ويانا، وخلونا نتعرف على العوائل الموجودة اليوم ويانا بالمول، وخلينا نروح نشوف أنا وياكم. يلا أول عائلة. كل عام وانت بخير، صحة وسلامة. كل عام وانت بخير مدام، شلون صحتك؟ مجهزين العيد لو لا؟ ان شاء الله. احنا من البصرة. من البصرة؟ من البصرة. الله يخليك. سويتي فيش المدام ولا لا؟ لا بعد، خلينا البنات يسوي بناتي. ليش؟ بناتي بقى واحد ما جبنا لهم جاهزة. الله يخليك. اي نعم، بعد جينا سافرنا هنا انا وبالله. عندي بناتي متزوجة، ابني متزوج. الله يخليها. الله يسلمك. لا لا كبار. انا موالي 68. الله يخليك عيني. احنا اليوم عندنا برنامج بس اسالك سؤال وجاوبوني عليه. لما تجاوبون عندنا جوائز راح تفيد عائلتي. تمام؟ ان شاء الله خير. انت مايل للرياضه لو اسالك اسئله عامه؟ لا عامه. انا راح اروح. الله يخليك سمين. حتى لو راح اروح. لين الخطاب عندكم احنا. سؤال اليوم راح اسالك سؤال سهل. أبد أبد أبد. ما تبوع طوبة؟ زين راح أسألك سؤال ثاني، بس إذا ما جاوبتني علي أنا ما لي دخل إذا ما ربحتك. ها؟ سؤال يعني حلو. أي من الأصابع تسمى السبابة؟ السبابة أكو أصابع من إيه تسمى السبابة؟ أي أصابع؟ الببهام. سبابة. سبابة معروف. هام. الله أكبر. أدرى الله أكبر. أدرى الله أكبر. ساعدينا. أنا مو قوية. مو قوية. لما نصلي. أنا دا بصم. الشهادة. أي بأي إصبع؟ أشهد لا. بأي إصبع؟ بأي إصبع أنت تتشاهد؟ بالثالث. ثاني ساعدي. لا. أوكي. هسا إحنا لما نجي نصلي. تمام؟ اكو اصبع احنا نتشاهد به. اي اصبع من هاي الايدين خمسه نتشاهد به؟ بالثاني. عجيب. اكثر من جدا اسوي له جدا اسوي له بالواحد. وين الجائزه؟ وين الجائزه؟ كل عام وانتم بخير مره ثانيه، ويا رب ينعاد عليكم بالصحه والسلامه. قلبي يرحم والديك. حلو عيني. حلو فيكم. كل عام وانت بخير. وانت بخير. صحة وسلامة يا ربي عليك وعلى الأهل. على الجميع إن شاء الله. نعم. اليوم احنا برنامجنا راح أسألك سؤال. وهذا السؤال على أنك أنت تجاوبني عليه راح تربح هدية ويانا. تمام؟ أنت مايل للرياضة؟ والله شوية مو. أسئلة عامة؟ أسئلة عامة. قبل ما أسألك سؤال، من الشخص اللي أنت اليوم تحب تهني بمناسبة العيد؟ أكيد أم جهالي. الله يحفظك يا ربي. وبعد والله الأهل، الآب، خواتي وأخويا. زين ماكو أحد عندك ناس برا مغتربين تحب من خلال قناتنا، من خلال قناتنا يعني توجه لهم هاي التهنئة بمناسبة هذا العيد؟ والله بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وهنئ كل شعب العراقي وشعب كردستان وجميعهم. زين يعني السؤال هذا اليوم يقول لك راح اسالك اذا بي جواب بعد خلاص. تمام. لا راح اساعدك لا تخاف.
من هو مدرب ريال مدريد؟ مدرب ريال مدريد هذا لاعب اعرف لا اعرف انا اعرف زين الدين زيدان. تشجعون برشلونه ولا ريال مدريد؟ ريال مدريد. معناته لازم تعرف من المدرب، شو اسمك انت؟ زيدان. يعني زيدان اسمه؟ لا مدرب. لا خلاص يعني هو جاوب لو انت؟ والله من جاوب انت لو بابا؟ امن. ها؟ اني يعني انطيك الهديه لك ما انطي البابا؟ انطي الهديه الى لو البابا؟ ها؟ الف مبروك ربحتوا ويانا وكل عام وانتم بالف خير ان شاء الله يا رب ينعاد عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله. هاي الك وحده؟ هاي للبنوته الحلوه، اعطيني بوسه، بوسيني. اوه الله يخليهم لك، كل عام وانتم بخير مره ثانيه، مع السلامه، باي باي، الله يخليك. أني آسفة أخذ أحشيكم لو تعملون صورة. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير، صحة والعافية عليكم جميعا حبيبتي، الله يسلمك. والله بخير نعم. قاطعتكم على الصورة مو؟ يلا هي الصورة نتعرف عليكم أكثر. زين جهزتوا للعيد؟ لا سويتوا كليتش؟ والله جهزنا. أم التمر أحب التمر. هاي على مودة يعني؟ إي على مودة. الله يحفظهم ولا شيء ان شاء الله. اشتريت هدوم للعيد لو بعد؟ اي اشترى انا. حاضره راضي عليه؟ راضي عليه لو لا بيناتنا؟ لا لا دخل الله يحفظك. شنو امنيتك بهاي العيد؟ شنو تتمنى؟ اتمنى للعراق الامن والامان والسلامه ان شاء الله لكل العراقيين. الله يسمع منك. زين برنامجنا لهذا اليوم تقدر تهني الناس اللي انت تحبها، الناس اللي عندك مقتربين او ممكن عندكم ناس متخاصمين وياهم، حتى لو انتم ما تريدون تحكوا لكن اكو فتشي بقلبكم. الحمد لله ان شاء الله دائما ماكو اي تفرقه او شيء، انه تقدر توصل لهم تهنئه من خلال قناتنا قناه الفلوجه. شو تحب تقول لهم؟ ان كل اخوتي واصدقائي اللي في داخل العراق وخارج العراق اللي ما قدروا يحضرون العيد في العراق واللي حضروا العيد، وعندنا هم يعني شلون لحظة حزينة انه والد احد اصدقائي يعني توفت البارحة، الله يرحمها بهذا العيد، فنطلب الرحمة الواسعة لها وان شاء الله يكون اخر الاحزان لهم باذن الله تعالى. الله يحفظك. اكو احد اليوم زعلان عليك او انت زعلانة عليك، شايلة تقدر تقولي له كل عام وانت بخير ولا تشيل علي؟ اي اخويا موجود هو بغداد. مو زعلان. لا. بس اقول له مسامح كريم. المسامح يعني هو زعلان علي. هو زعلان علي، انا ما مقصره وياه بشيء. الحمد لله والشكر. ان شاء الله يسمع. ماكو اي زعل بيناتكم، خلاص يعني انت مسامحه؟ لا انا مسامحه ان شاء الله، وبهذا العيد ماكو اي زعل ان شاء الله يا ربي. زين راح اسالكم سؤال واردكم تربحون. يلا تعالوا تابعين برشلونه ولا ريال مدريد؟ لا الحمد لله لا برشلونه. الارجنتين بس ما موجود اللي يتابع. يعني اكو برياضه شاطر بيها؟ لو اسالك اسئله. سادس رحت اعدادي. يوسف انت شنو اسمك؟ مهدي. رحت للسادس ابتدائي. لا لا شاطر. لو بس تاكل بين من حدودك تاكل بس. زين راح اسالكم سؤال وهذا السؤال اريدكم تجاوبون حتى تربحون ويانا جائزه، تمام؟ الشيء اللي تملكه لكن غيرك يستعمله اكثر، شيء تملكه انت لكن اكو غيرك يستعمله اكثر، شنو هو؟ أكثر الشيء اللي تملكه. أبداً حاولوا. هنا على أي مدى؟ زين راح أسوي لكم وسيلة مساعدة وأسألكم سؤال ثاني، أنا ما أردكم تخسرون اليوم وياي. بس نتهم شوية، ساعدوا أنت. وين يوجد جامع الأزهر؟ الأزهر مصر. مصر.
الله يحفظك ويخليك. الله يخليك. وين الهديه؟ هاي كل عام وانتم بخير مره ثانيه، وينعاد عليكم بالصحه والسلامه، وان شاء الله ماكو اي خصام بينك وبين اخوك. تسلمين حبيبتي، طول العام مع السلامه. كل عام وانت بخير. انت بالف خير. ينعاد عليك بالصحة والسلامة يا رب. جميع ان شاء الله، الله يحفظك. تسلمين. وانت بخير، شلون صحتك؟ جهزتي للعيد؟ لا لا. اشتريتي هدوم؟ المن اشتريتي؟ للجهال او بسألك؟ اخذتي الك؟ كل. سويتي كليتش؟ ليش؟ واحنا السنة جينا. من بغداد وهسه اليوم جينا الاربين. ما لحقت يعني؟ ما لحقت. ما لحقنا، لا لا ما حنسوي. ياخذون جاهز. اكيد، اول هسه العراقيين كلهم قاموا ياخذون جاهز. إذا أسهل يعني. ماكو أطيب منك ليش مالي؟ صح لو لا؟ إذا مو أنت تسوي أو تتعب عليها ما حتسوي، طبعاً أنتم ماكو، إحنا بدنا نحكي عن النسوان، أنتم قاعدوا تاكلون، صح لو لا؟ إحنا اللي واقفين. زين، بما إنه دنيا عيد، أكو شخص أنت زعلان من عنده، زعلان من عندكم، تحب توجه له من خلال قناتنا، تقول له إنه أني مسامحتك، إنه كل عام وأنت بألف خير، توجه له هاي التهنئة. والله حقيقة أنا يعني ما عندي أي شخص عندي يعني تقاطع معه، بس إذا كان كل شخص يعني أنا مزعله وبدون ما أعلم، فأنا يعني أهنيه كل عام وأنت بخير بهذا العيد، وإن شاء الله سالم وغانم والعراقيين كلهم سالمين. الله يسلمك. زعلان منك ولا أنت زعلانة منه؟ زين عايتي أمك؟ لا والله بعدني. ليش؟ أمي بعدني اليوم جيت، اليوم صار كل مصباح العيد الصغار يعدون الكبار. هذا اي مصباح العيد يعني. أكيد. الام يعني اول وحده تتعايد لا بها كبار ولا صغار. من بغداد فدائما كل ورا صلاه العيد، ورا صلاه عيد الصبح نرجع نتعايد يعني ابهاتنا وامهاتنا يعني اقارب الاكبر عندنا. يعني كل ما عايدت احد ابدا؟ حاليا لا. ولا انت بس ما الصبح عايدهم يعني لازم. اي اكيد. والله أنا أمي توفية. الله يرحمها يا رب. ارحم والديك، ارحم والديك. كل عام بخير. هو بدا يسمع شيء. كل عام بخير يا رب، بدوم الصحة والعافية يا رب. اليوم عندنا برنامجنا هذا نهني، أنت تهنينا وإحنا نربحك. راح أسألك أسئلة. نعم. حتى أنت تربح ويانا يعني. صعبة. لا 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 مو صعبة، لا تخاف. راح أسألك أسئلة حتى تفوز ويانا، اليوم أنت فوزك أنا. الله يحفظك. أين يوجد جامع الأزهر؟ مصر، القاهرة. تفضل. هاي قيمة بسيطة. مرحبا. أنت تحكي لو ما تحكي؟ هاي ممكن تاكله ما تحكي. شكرا لكم وكل عام وأنتم بألف خير مرة ثانية. تم. كادر التصويري بشكر حضرتك. الله يوفقكم إن شاء الله. شكرا لك، مع السلامة، الله وياك. صحة وسلامة. شو تحب تهني أهلك وناسك المقتربين من خلال قناتنا قناة الفلوجة؟ والله أحب أهني كل يعني الشعب العراقي وشعب كردستان، وأحب يعني بمناسبة حلول العيد وتحياتي للجميع وخصوصا أهل أربيل وسليمانية وكركوك ودهوك. عايدت والدتك لو بعد؟ أكيد وياها هي. أول وحدة وينها؟ بعد غير عايشة بوجه. مرحبا، ممكن اخذ وياك؟ كل عام وانت بخير خاله، صحه وسلامه يا رب. ان شاء الله وياكم. ان شاء الله طولة العمر وعيدك مبارك ان شاء الله. شنو تقولين من خلال قناتنا قناه الفلوجه تهنين احد عزيز على قلبك او مخترب او بعيد؟ يعني الله يخليهم لك يا رب. خليك تسلمين. يعني الناس الطيبه. الله يخليك حبيبتي انت، الله يخليك. اليوم احنا يعني اكو احد زعلان من عندك؟ بما انه احنا اليوم عيد، انت زعلانه من احد؟ تحبين تقولي له انه اني ما يعني ما زعلانه من عندك وعيدك مبارك؟ اكو هذا الشيء؟ لا لا ما الحمد لله والشكر. تسلمين حبيبتي خاله. زين، بما انه هاي والدتك، شنو امنيتك بالحياه؟ والله صحه والسلامه الى الاطفال والاهل. هذا اسمك؟ شنو اسمك انت؟ محمد. محمد تياسف محمد رابع. الله يخلي لك. زين،
يحكي بالانجليزي. لا هاي مو احنا. زين اليوم انا راح اسالكم سؤال تمام، واريد اربحكم من خلاله السؤال وانت تجاوبني تمام. الشيء اللي تملكه لكن غيرك يستعمله اكثر شنو هو؟ اسمع اسمي عليك. مبروك ربحت ويانا. يلا شكرا. شكرا لك، مع السلامة. شكرا لك، الله يخليك حبيبتي. شكرا خالتي حبيبتي انت. مرحبا، كل عام وانت بخير. انت بألف خير. عيدكم مبارك يا رب. عين ان شاء الله. كل عام وانت بخير. بخير. لا زوجتي. الله يخليكم البعض. اليوم من خلال قناتنا قناة الفلوجة، المن تحب تهني من خلال قناتنا انت وياه؟ اكيد اول شيء الشعب العراقي، ولا اهنى كل العراقيين. والله اهني اهلي وناسي وكل اللي يحبوني. عيت يومك لو بعد؟ لا بعد، احنا جايين سفرة لهنا ان شاء الله باكر نرجع ونعيدها. اول شخص منو عيتي صراحة؟ لا والله لسه ما معايدة احد. زين اشتريتي هدوم لو بعدك مال العيد؟ سويتي كليتش ولا لا؟ لا احنا صار لنا 5 أيام تقريبا. نعم. احنا نريد نربحكم، راح اسالكم سؤال تجاوبوني عليه ومن خلالها اني انطيكم الهديه تمام؟ واذا ما جاوبتوا اساعدكم ما يخالف، ما عندنا احد احنا يخسر ويانا ان شاء الله. تمام. اول شيء راح اسال سؤال، هو شويه تعرف الكرة قدم وهاي لو بعيدا تشجع برشلونة؟ لو برشلونة اي. زين وياي. زين تعرف اللاعب نيمار؟ اي. تعرف انه هو طلع انتقل من فريقه؟ صح. انتقل وين راح؟ باريس سان جيرمان. ويانا الف مبروك. شكرا وعيدكم مبارك مره ثانيه، وشكرا لكم. شكرا لكم. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير، وعيد اضحى مبارك على الشعب العراقي وعلى الامه الاسلاميه اجمعين ان شاء الله. عيدك سعيد ان شاء الله يا رب، وعليك وعلى الاهل ان شاء الله، على الجميع يا الله، ورجعه النازحين ان شاء الله، تحرير العراق، خلوص من داعش. امين يا رب. كل عام وانت بخير وعيدك مبارك. وانت بخير والشعب العراقي بخير ان شاء الله، صحه وسلامه. الله يخليك ان شاء الله. هذول جهالك؟ محمد ملك. صح. زين بما انه دنيا عيد واكو ناس مغتربين برا، او مو شرط يعني من فارق يوم صار زمان، شنو تحب تقول من خلال قناتنا قناه الفلوجه تهنئهم بمناسبه العيد انت او؟ يا رب يكون يرجعون النازحين لدورهم سالمين غانمين، هاي اول طلب. ثاني طلب ان شاء الله تحرير العراق والامن والامان على الامه الاسلاميه يا رب العالمين ان شاء الله. عيتي والدتك لو بعد؟ متوفي والدتي. الله يرحمها يا ربي. وانت؟ انا لا والله انا من الديوانيه. والنعم. اي ما عيدنا بعد. لا والله يعني جايين هنا شريتوا هدوم لو تحضرون لو شنو لو بعد؟ احنا هاي فتره سياحه. سياحه. اي والله. زين سويتي كليتش؟ لا ما سويت. ليش ما تعرفين؟ لا مو ما اعرف، ما ملحكه كلها واقعه براسك. زين انا اليوم اريد اربحكم، راح اسالكم سؤال وهذا السؤال اريد تجاوبوني عليه، من تجاوبون انا حاربحكم تمام؟ زين. من هم النبيان اللي بنى الكعبة؟ اكو ابراهيم واسماعيل. مبروك، انت ربحت ويانا، الله يخليك. هاي هدية بسيطة للحلوين، وان شاء الله تعجبكم، وشكرا لكم وعيدكم مبارك مرة ثانية، شكرا شكرا. الله يتمنى الله. باي باي. كل عام وانت بخير وعيدك مبارك يا ربي. انت بخير وعيدك مبارك. عيدك مبارك. كل عام وانت بخير. كل عام وانتم بخير ان شاء الله، عيد كل العراقيين ان شاء الله بالخير والامانه ان شاء الله. ان شاء الله ارهاب يمشي ان شاء الله يا رب ان شاء الله. بما انه الدنيا عيد اوكي، اكو من خلال قناتنا قناه الفلوجه تحبين تعايدين يعني احد مغترب عندك او بعيد عليك او والدتك، المن تقولي له كل عام وانت بخير؟ والله زوجي مسافر. الله يرجع. اي
عيد مبارك عيد، يعني ابارك له عيد ان شاء الله بخير اي ان شاء الله بالسلامه يجي ان شاء الله. ان شاء الله. وانت من حابين تحكي؟ الكل عراقيين من كردستان واخواتي بالمانيا وعائلتي هنا انا. شكرا. اكو شخص اليوم انت زعلان من عنده او هو زعلان من عندك، تقول له انه خلص هذا اليوم، اليوم عيد وخلينا نتسامح وكل عام وانت بالف خير، منو هذا الشخص اللي تقدر؟ والله يعني ما مو زعلان من اي واحد، اي واحد ما زعلان مني. يا زعلان عليك؟ اذا واحد زعلان مني انا من اسا من قناتكم الشريفه، قناه الفلوجه يعني اعيدهم كلهم، يعني اذا اكو عندي خطا شيء اعذر، يعني احتضار. انا اليوم هذا برنامجنا اريد اسالكم سؤال وانتم تجاوبوني عليه، ومن تجاوبوني عليه راح تربحون وياي هديه، فمنو بيكم يتشجع؟ لو الكل يساعد. زين راح اسال سؤال، تمام؟ اي من اصابع الايد تسمى السبابه؟ السبابه، اي من اصابع الايد تسمى السبابه؟ من اصابع الايد اي واحد بيهم اللي يسمى السبابه؟ ايوه اشري لي عليه. لا 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 شنو قلتي؟ شهاده. عافيه عليك، الشهاده هي يسموها السبابه. فزتوا ويانا والف مبروك وعيدكم مبارك يا ربي. ان شاء الله هاي هديه قيمه شويه من قناه الفلوجه هاي. شكرا لكم وعيدكم مبارك مره ثانيه، شكرا لكم، شكرا. كل عام وانت بالف خير. بالف خير، اتمناكم كل خير ان شاء الله. الله يخليك، عيدك مبارك، كل عام وانت بالف خير. علينا وعلى شعب العراق كله. يا ربي عليك وعلى اهلك واولادك بالصحة والعافية. الله يسلمك، تسلمين. شعب العراق ان شاء الله. يا ربي. ان شاء الله. هنيت الوالدة؟ والله بعد، احنا من بغداد. احنا جايين سياح من بغداد. اليوم لاحظت هواية كل اللي اسألهم اقول لهم عايدت الوالدة، اقول لها احنا اليوم سياح، اليوم سياح. اي صحيح. ما حد عايد بكم احد؟ لا بعد ما لحد هسه. من نرجع نبدي. ان شاء الله. لا 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 ابد. اقول كل عام وانتم بخير وان شاء الله يعم الامن والسلام على العراق، وكل عام بخير لامي همينة. بألف خير ويخليها لك يا رب ويحفظها، وانت شنو تحب؟ كل عام وانتم بخير وان شاء الله بصحة وعافية. للعراق والعراقي اجمعين. سؤال. مرحبا، شو مكيفه انت؟ شنو اسمك؟ داليا. داليا؟ انت يا صف داليا؟ صف الرابع. وانت شو اسمك؟ علي. علي يا صف علي. ثالث. وانت شو اسمك؟ نون. نون. زين حابين تربحون اليوم ويانا جائزه؟ لعبه شيء. زين انا حاسال سؤال، واللي بيكم يجاوبني هذا السؤال راح يفوز الهديه. تمام؟ خلاص. اسالكم سؤال، من يباوع طوبه؟ أحد. انت شو تشجع انت؟ منو؟ ريال. ما خلاص ما راح اربحها. انا اشجع برشلونه ما اقبل. انت تشجع؟ راح اربحها لعد. يلا روح. تشجع اذا انطيك جائزه تشجع برشلونه؟ اكيد. تمام. زين شوف انا راح اسال سؤال وانتم هم ما تساعدوهم، تمام؟ تعرف اللاعب نيمار لو لا؟ نعم. تعرفه؟ اللي يلعب بالريال. انت مو متابع؟ مو طلعوا برا لما راح غير فريق برا؟ لا مثلا مو كلش بالطابع. زين انت ما تعرف وين راح؟ نقل فريق ثاني. فريق ثاني شنو اسمه؟ وين؟ ما تعرف شنو؟ زين راح اسال سؤال اخر، انا راح اربحكم على مود. منو هو مدرب ريال مدريد؟ منو؟ ما تعرف؟ شو اسمه؟ ميسي. لا هذا لاعب، المدرب اكو واحد مدرب. هاي انت لاعب ما تشجعهم. زين انت وما ما حد يعرف؟ زين هسه السؤال لكم. جامع الأزهر أين يوجد؟ جامع الأزهر بأي دولة يوجد؟ مصر.
لا مو إلك. تشجع برشا يا لا؟ أكيد؟ زين طيب بوسة. شكرا لكم وكل عام وانتم بألف خير مرة ثانية وينعاد عليكم بالصحة، مع السلامة، شكرا لكم. كل عام وانت بألف خير وينعاد عليك بالصحة والسلامة عليك وعلى الأهل يا رب. الله يسلمك، كل عام وانت بخير، صحة وسلامة، إن شاء الله على العراقيين جميعا يا رب. إن شاء الله يا ربي، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير حبيبتي، أجمعين يا رب، الله يسلمك. مرحبا خالة، عيدك مبارك حبيبتي انتي. مبارك ان شاء الله، الله يخليك طول العمر ان شاء الله. الله يسلمك. هذول اولادك؟ نعم. اولادك ومرتك؟ نعم. الله يحفظهم عليك. الله يخليك. بما انه احنا اليوم جايين نهنيك وشي، احنا برنامج اليوم انك انت تهنينا واحنا نفوزك. نعم. من خلال قناتنا قناة الفلوجة، المن تحب تهني احد قاعد يعني راح يسمع. والله نحب نهني كل الشعب العراقي، يعني مو تحديد يعني شخص. بالمناسبة يعني بهاي هذه ان شاء الله اختي بالخارج احبها يعني ان شاء الله ومشتاق لها، وكل عام وانتم بخير، ان شاء الله ينعاد على الشعب العراقي والامن والامان يا ربي والصحة والعافية ان شاء الله يا ربي. عيتي الوالدة لو ما عيتيها؟ لا. اول وحدة لو لا؟ اول وحدة ان شاء الله، باكر ان شاء الله. لا لا اول وحدة اكيد بالمقدمة ان شاء الله، دائما الله يسلمك بالمقدمة والله يحفظها لك يا ربي ان شاء الله. شلونك خالة؟ خلا عايدوك لو لا؟ لا لا عايدوني. أولنا؟ اي عادي. واحنا جايين هنا يعني حبيبي الله يحفظكم ان شاء الله. اكو احد اليوم انت زعلان منك، انت زعلانه منه، تحبين من خلال قناتنا تقولي له كل عام وانت بالف خير؟ لا الحمد لله. احد مقترب الك؟ والله بيت عمي، احب اهنيهم هم بالخارج وان شاء الله يلم الشمل على امه محمد يا رب بجاه حجاج بيت الله. الله يسمع منك يا ربي ان شاء الله. زين انا اليوم حسألكم سؤال حتى اربحكم، تمام؟ السؤال يقول لا تابع طوبه انت لو لا؟ لا ابدا ما تحبها ولا واحد؟ لا خلاص ما راح اسال. زين من هما النبيان اللي بنوا الكعبه؟ السلام ونبي ابراهيم واحد ثاني من هو؟ نبي اسماعيل. والله الف مبروك، انت ربحت اليوم ويانا جائزه من قناه الفلوجه. هاي للبنوته، هاي للي هي فازه. هاي الهديه للولد. شنو اسمك؟ سيف. ها؟ سيف. شنو اسمك؟ سيف. سيف شنو؟ انت ياسر؟ ما قاعد مدرسه برا وبعد. يا مدرسه. بس خلنا ناخذ الهديه منه مو صح؟ بعده. ناخذها؟ شكرا لكم، عيدكم مبارك مره ثانيه، الله يخليكم. على القناه ان شاء الله يا ربي. عيدكم سعيد، مع السلامه، شكرا لكم، باي باي، باي باي. وانتم بألف خير وينعاد عليكم بالصحة والسلامة يا ربي. تسلمين حبيبتي، كل عام وانتم بألف خير والأمة السامية كلها بخير إن شاء الله. كل عام وانتم بخير خالة. صحة وسلامة. إن شاء الله للجميع. شلون العيد وياكم؟ الحمد لله فرحانين. اشتريتوا كل شيء وجهزتوا له بعد؟ بعدنا عن نص. سويتوا كليتشي؟ لا بعدنا. ليش؟ خطار جاي. أنا بيتي بيربين هنا. ها هنا ما سويتي كليتشة؟ وين كليتشة؟ بس هاي جبتيها. حبيبتي الله يحفظها لك يا ربي. زين بما انه احنا من قناة الفلوجة، شنو تحبون توجهون تهنئة لأحد ناس عندكم مغتربين أو أحد متزاعلين ويا سواء صديق أو أهل؟ لا الحمد لله ماكو زعل. من الشعب العراقي كله. ماكو. لا ما حد زعلان؟ لا الحمد لله. أبدا؟ تمام. الحمد لله ماكو، بس أهني أمي. كل عام هي ان شاء الله الله يخليها لك سلامه يا ربي، لان هذا العيد ما شفتها، واخواتي واخوي واخواني وامي وابويا ان شاء الله كلهم بخير والامه سلامه. انت ما عايتيها لامك صح؟ لا والله بعد. يلا ان شاء الله ان شاء الله تسمعنا امك من خلال قناتنا انه انت عايتيها ان شاء الله حبيبتي. راح اسالكم سؤال ماشي وارد اربحكم ويانا ماشي؟
شوف السؤال الأول يقول لك الشيء الذي تملكه لكن غيرك يستعمله أكثر. الشيء اللي تملكه بس غيرك يستعمله أكثر. هل؟ هل؟ زين راح اسوي لكم وسيله مساعده واسالكم سؤال ثاني، بس هذا السؤال الثاني انتم اذا ما جاوبتوا انا مالي دخل، صح؟ تمام. من هم النبيان اللي بنوا الكعبه؟ نبي ابراهيم. تمام. النبي الثاني ما تعرفون من هو؟ محمد. لا عليه الصلاه والسلام. لا بس إبراهيم، هاي أول شيء صح. الجواب الثاني شنو هو؟ ما اخترب بالي. بما أنك أنت جاوبتي ويانا جواب واحد صح، الجواب الثاني اللي هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وأنتم فزتوا ويانا وألف مبروك. هاي هدية مقدمة من قناة الفلوجة وإن شاء الله تنال إعجابكم. شكرا وكل عام وأنتم بخير مرة ثانية. حبيبتي سامية وأنتم بألف خير. باي باي، شكرا لكم. شكرا. مرحبا، كل عام وانت بألف خير. انت بألف خير والشعب العراقي يا ربي، كل شعب العراقي نتمنى له الأمن والأمان. اسمع منك يا ربي عيدك مبارك، كل عام وانت بألف خير. بألف خير ان شاء الله. شلون العيد وياك؟ احكي لي. والله الحمد لله يعني زين. زين. ايه. احلى العيد هذا العيد لو اللي قبله؟ لو ما كبر. لا والله ما كبر، كل الحلوات. العيد لو ماكو يعني ما قاعد تحسين انه اكو فد عيد لو لا يعني والله يعني حاسه شو حاسه متكئبه ليش؟ لا اكو يعني وجهها شيء؟ ما مشتري لها هدوم؟ خلص ما عاد شو تريد؟ طلباتها بس هو هذا العيد يختلف لان انتصارات الجيش العراقي وانتصاراتنا القوات الامنيه بفضل الله وفضلهم هم يعني، والامن الحمد لله وشكر المناطق رجعت تحررت والامن ان شاء الله يعم على كل العراق مو بس على اطراف العراق. الله يسمع منك يا ربي. اليوم احنا من قناه الفلوجه حابين نربحكم ويانا، انتم تهنون الناس اللي تعرفوهم من خلال قناتنا، ناس عندكم مغتربين، الاهل، الاقارب، احد زعلانين عليه زعلان عليكم تحبوا تقول له كل عام وانت بخير وماكو اي حقد عليكم، المن تحب. والله يعني هو اهم شيء يعني بالكون الوالد والوالده، احب الله يسلمك، احب عايده وما اقول لهم كل عام وانتم بالف خير، يا ربي الله يديمهم خيمه علينا وعلى امه محمد. امين. الله يسمع منك. وعايدتي الوالده؟ لا والله. ليش؟ والله هسه بعد تاخرتي عليها. زين عايديها هسه شو تقولي؟ اك ايام سعيده وكل عام وانتم بخير، والله خليك خيمه على راسنا. امين. عايد اخويا وبنات اخويا. امين. عايد عمتي ام رجلي وعمي الله يخليهم ان شاء الله ويطول بعمرهم. احنا نقول لهم هماتي من خلاقاتنا كل عام وهم بالف خير ويا رب يدوم عليهم الامن والامان. راح اسالكم سؤال ويانا حتى اربحكم جائزه، تمام مستعدين؟ اول سؤال يقول لك اي من اصابع العيد الايد سوري تسمى السبابه؟ الاصابع ايدنا تسمى السبابه، يا هو بيهم؟ عافية عليك، مبروك فزتي ويانا، شهادة لي، مبروك ويانا. هاي الهدية مقدمة من قناة الفلوجة لهذا الحلو. الله يخليكم كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك مرة ثانية. الله يسلمك، الله يوفقكم وان شاء الله من نجاح لنجاح لقناتكم الراقية. شكرا لك، مع السلامة، عيدكم مبارك، شكرا. كل عام وانت بألف خير وعيدك مبارك وينعاد عليكم بالصحة والسلامة يا ربي. كل عام وانت بخير، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة وعلى الشعب العراقي كله. منك يا ربي، كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. سلامة يا ربي. يا رب ينعاد على الجميع بالصحة والسلامة. عايدتي أهلك لو بعدك؟ لا والله بعدني. لا. بعدني لأن أنا أصلاً مسافرة. ما زين من خلال قناتنا شنو تحبين تقولين وتعايدين الوالدة؟ كل عام هي بألف خير وإن شاء الله يا ربي ينطيها الصحة والعافية وطولة العمر ويخليها خيمة فوق راسنا. آمين يا ربي. أكو أحد تحبون تعايدونه من خلال قناتنا مغترب مسافر زعلان عليكم؟ والله إحنا نعايد الجميع يعني إن شاء الله كل عام والشعب العراقي كله بخير.
والجيش اهم شيء ان شاء الله بالف خير، وان شاء الله يتحرر العراق ونعيش بخير وسلام ان شاء الله. امين يا ربي، الله يسمع منكم. اليوم اني راح اسالكم سؤال وراح اربحكم وياي، تمام؟ اول سؤال يسال يقول لك، هل تعرف اللاعب نيمار لو لا؟ نيمار؟ شلون ما اعرفه؟ انتقل هو وين؟ باريس سان جيرمان. حطيت ويانا هاي المصابه. الف مبروك عليك. هاي الهديه مقدمه من قناه الفلوجه، هاي حبيبي امسك. والهديه الاخرى هاي البنوته الحلوه، هاي الهديه من قناه الفلوجه، وشكرا لكم وعيدكم مبارك مره ثانيه، وشكرا جزيلا. حيا قناتكم الفاضله ان شاء الله، شكرا جزيلا. شكرا لك، مع السلامه. مرحبا. انا اجابك خلص. ما طول انت تشارك ويانا، ها هي وين العائله الكريمه؟ والله فوق دا يسوقون وياي بنتي. أول شيء كل عام وأنت بألف خير وصحة وسلامة يا ربي، وعيدك مبارك إن شاء الله عليك وعلى جميع أمة محمد. آمين. شنو اللي تحب تعرفينا؟ لا، أول شيء أنا أريد تهني أحد حاب توصله من قناتنا، قناة الفلوجة، عبر القناة تقول له كل عام وأنت بألف خير، سواء الوالدتك، الأهلك، الناس عندك مقتربين، المن تقول. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أبدي أكبر بتكبيرة العيد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. أهنأ الشعب العراقي بمناسبة عيد الأضحى المبارك من زاخو إلى البصرة، وخاصة الشعب العراقي ينتظر انفراجة كبيرة، وهي تحرير جميع مناطق العراقية التي اغتصبتها عصابات داعش الإجرامية. حقيقة هذا العيد يختلف عن بقية الأعياد عن الثلاث سنوات الماضية. شنو الاختلاف اللي شفته هذا العيد؟ الاختلاف الناس تشعر بارتياح، بانه العراق بدا يتحرر، بدات مناطقه ترجع، بدات الناس. يعني قبل كان اكو خوف قصدك، وهسه بلش العراق قاعد يبلش يعيد عليه الامن والاستقرار. كان القلق موجود، حتى المناطق اللي هي ما محرره، اللي هي اصلا محرره وبيد الدوله، الشعب كان يتخوف، اضافه الى انه الشعب كان نازح الى اقليم كردستان. طبعا له الشكر من شعبه القيادته اللي احتضن هذه المحافظات النازحه. هذا العيد يختلف، الناس تشعر بالارتياح، بالاطمئنان، تحس انه ان شاء الله اكو عوده لديارها، المناطقها ان شاء الله اكو اعمار، وحتى نوجه لهم رساله بانه هذه العصابات الاجراميه اللي انتقلت من لبنان الى غرب الانبار، نقول لهم ان شاء الله اكو رجال شجعان، وهذا الشيء لا يهزكم ولا يخوفكم، مثل ما تصدوا لهم وحرروا تكريت وبيجي والشرقاط والمواصل. قناة الفلوجه اتشرف بيك وقناتك. المن اليوم عندك والدتك، عندك طبعا ناسك، اقربائك، المن تحب تقول كل عام وانت بألف؟ طبعا احب اعايد والدتي اللي هي مريضه وادعي من رب العالمين بهاي المناسبه. فيها ان شاء الله يا ربي، الله يشفيها. اقول لها عيدك مبارك وكل عام وانت بألف خير. والشعب العراقي بألف خير وانتم بألف خير. كل عام وانت بخير. راح اسالك سؤال واردك اربحك وياي بما انه جائزه. اول سؤال، اي من اصابع الايد تسمى السبابه؟ عندنا احنا الاصابع واحد منهم يسمى السبابه، اي واحد بهم؟ مبروك، انت ربحت ويانا. هاي الهديه من قناه الفلوجه، هاي البنوته الحلوه، شكرا لك. عيدك مبارك مره ثانيه، شكرا لك. مبارك وجميع الشعب العراقي بألف خير ان شاء الله. شكرا، شكرا لك. مرحبا. كل عام وانتم بألف خير. انتم بألف خير ان شاء الله. ينعاد عليكم بالصحة والسلامة يا ربي والأمن. ايش على أمة محمد ان شاء الله، امين يا ربي. الله يوفقك. كل عام وانتم بخير. انتم بخير ان شاء الله، الصحة والسلامة عليك وللعراق كله. من اليوم عيد والناس محتفلين وكلهم طالعين، انتم شنو نفسياتكم؟ متهيئين للعيد لو تحسون انه يعني عادي، حلا من حال الأيام الباقية؟ والله سيدي صدق، يعني نحسها يعني حاله من حالات الايام العاديه، يعني ماكو يعني فرق او فشي، يعني ماكو عيد ابدا. والله نحس، ليش ما نحس؟ نحس اكو، بس نقول الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر، بس ما تقول ان هذا العيد احسن من العيد اللي قبله، لو تقول لا هذا العيد نفس اللي راح. لا ان شاء الله احسن، ان شاء الله احسن هذا العيد ان شاء الله، ونقول كل سنه عيد يجي ان شاء الله احسن يصير. ان شاء الله. الله زين، سؤال، سويتي كليتش؟ لا ما سويتي. اليوم سوينا. اي اليوم سوي التمر، كليش تمر. اي عادي، احنا بس ناكل كليش التمر. حبيبتي الله يخليكم البعض. انا راح اسالكم سؤال، وهذا سؤال حتى اربحكم ويانا للحلوين اللي وياكم، تمام؟
السؤال يقول من هم النبيان اللي بنوا الكعبة؟ اسماء اثنين لهم نبيان. إبراهيم عليه السلام. السلام. ومنو بعد أكو اسم ثاني؟ إبراهيم. إبراهيم ومنو؟ إسماعيل. ألف مبروك ربحت ويانا. هاي للبنوتة الحلوة هدية مقدمة من قناة الفلوجة، وكل عام وانتم بألف خير وينعاد عليكم صحة وسلامة وشكرا لكم. شكرا. أهلا وسهلا قناة الفلوجة، إن شاء الله تقدم إن شاء الله الخير لكم إنا ولأمة محمد إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. مبارك علينا وعليكم على أمة محمد إن شاء الله. الله يسلمك. سلامة. شكرا لك. شكرا. شكرا لك. إذا مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله أنه تنال إعجابكم. انتظرونا باكر بنفس الموعد. باي باي.